قاعدة مهمة جدا تختصر عليك الكثير في اللغة الإنجليزية. تابع نهاية الفيديو. إذا كان في بداية الجملة يعني الفاعل، نعرف دائما الفاعل إما يكون ضمير أو يكون اسم، لكن هنا نتكلم عن الضمير المفرد والاسم المفرد. إذا كان بداية الجملة هي يعني لوحدها she it إحداهما، إذا هي ضمائر بحالة المفرد، أو يكون أيضا اسم بحالة المفرد. مثل لدينا عمر هي ماري شي، لاحظ مذكر مؤنث هي شي. إذا كان غير الإنسان نستخدم دائما it، مثلا عندنا cow إذا الحيوان نستخدم it، إذا كان عندنا tree نبات أيضا نستخدم it، إذا كان عندنا جماد أيضا نستخدم it، إذا كان عندنا مثلا love هذا اسم مجرد أيضا نستخدم it. إذا دائما الاسم المفرد نستخدم أيضا مع ضمير مفرد، إذا كان غير الإنسان نستخدم معه it، إذا كان إنسان مذكر هي، إنسان مؤنث she. بعدها إذا كان لدينا خيارين نختار الكلمة المنتهية بس، مثلا هي از ار، نستخدم الكلمة المنتهية بس، از هي از هي دو داز، إذا نستخدم الكلمة المنتهية بس داز، هي هاف هاز أيضا نستخدم الكلمة المنتهية بس، هي هاز، هي درينكس درينك نستخدم الكلمة المنتهية بس، هي واز وير، إذا نقول هي واز، إذا نستخدم الكلمة المنتهية بس، أيضا مع شيء نفس الطريقة مع إت مع الاسم والأسماء الأخرى الإنسان أو غير الإنسان، أيضا نستخدم الكلمة المنتهية بس. هذه الطريقة تقتصر على نفسك الكثير من التفكير أيهما الخيار أو الفعل اللي أستخدمه أثناء التحدث أو أثناء الكلام. من خلال الممارسة بتكون الأمور أسهل، لكن كمبتدأ ممكن هذه الطريقة بتسهل علي الكثير. إذا أيضا مع she نفس الكلام، she is، she does، she has، she drinks، she was، أيضا it نفس الطريقة، it is، it does، it has، it drinks، it was. أيضا Omar is، Omar does، Omar has، Omar drinks، Omar was. أيضا Mary is، Mary does، Mary has، Mary drinks، Mary was، وهكذا. إذا كلها بنفس الطريقة، ضمير مفرد اسم مفرد، الكلمة تكون منتهية.